ننتقل في بث مباشر مع مراسلنا محمد أبو علوان من منطقة الزرقاء وتحديداً عند جسر البيبسي. هناك وزارة الأشغال قررت إنشاء تحويلة ضمن الحزمة الثالثة من إنشاء الباص السريع، وقررت وضع إشارة ضوئية هناك، ولكن هذا الموضوع تسبب في أزمة متزايدة. خلينا نطلع على تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع محمد. الكلمة لك محمد، صباح الخير. نعم صباح الخير هيثم إليك ولجميع السادة المتابعين. إحنا موجودين على أوتوستراد الزرقاء عمان، وبالتحديد عند جسر البيبسي في المرحلة الثالثة لتحويل التردد أو مشروع تردد الباص السريع. هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 140 مليون، مقسم على 4 مراحل، تبلغ قيمة كل مرحلة حوالي أو نحو 33 مليون دينار. طبعا هذا المشروع الذي تأمل وزارة الأشغال أن ينفذ بخلال 2 عامين، وأن ينهي الأزمات المرورية التي تعاني منها محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، وأن تربط هذه المحافظتين والعاصمة عمان والزرقاء بباص ينقل جميع الركاب وجميع المواطنين بسرعة فائقة دون الحاجة إلى وسائط النقل العام التي تسبب أزمات مرورية وتسبب تأخير للمواطنين في أوقات الذروة وأوقات دخول وخروج المواطنين إلى أماكن عملهم. لكن بصراحة هذه التحويلة الموجودة على جسر البيبسي اشتكى بعض المواطنين منها بسبب أزمة السير التي خلفتها هذه الإشارة التي وضعتها وزارة الأشغال يوم الجمعة الماضي. يوم الجمعة الماضي قامت بوضع التحويلة على جسر البيبسي من خلال القادمين من جسر ماركة وعمان، ومن خلال أيضا القادمين من الزرقاء إلى عمان. هذه التحويلة تسببت، أو هذه الإشارة التي وضعت على التحويلة تسببت بأزمات مرورية، وخاصة عند ساعات الذروة التي يؤم فيها المواطنون أماكن عملهم سواء ذاهبين من الزرقاء إلى عمان أو العكس صحيح. فللأمانة هناك شكاوي كثيرة من المواطنين حول هذا الموضوع، يعني الأوتوستراد يمشي والأوتوستراد سريع، كان بودنا أن نوقف بعض السيارات ونحكي مع بعض المواطنين، لكن سرعة الأوتوستراد يعني قد تمنع هذا الموضوع. الآن معي المهندس عبد اللطيف الغويري، أحد مدراء هذا المشروع والمرحلة الثالثة. مهندس عبد اللطيف صباح الخير. صباح الخير أخي. مهندس عبد اللطيف، مهندس عبد اللطيف، يعني مشروع الباص مشروع وطني بالتأكيد ومشروع مفيد، لكن يعني هنالك بعض الاختلالات التي يسببها هذا المشروع، ومنه هذه الإشارة التي وضعت يوم الجمعة أو بدأ تشغيلها الفعلي يوم الجمعة الماضية. ما هي يعني تحكينا أول شيء عن هذه التحويلة، وما هي حلولكم أو يعني أو إذا في حلول قادمة بالنسبة لهذه التحويلة؟ يا سيدي، هذه التحويلة يعني من أحد التحويلات مشروع المرحلة الثالثة. الآن إحنا يعني هذا الإشارة كان لابد منها على أساس إنه إحنا نفرغ جسر الحزام زي ما أنت شايف، على أساس نفرغ اللوب اللي فوق جسر الحزام ونفرغ جسر الحزام حتى نقدر نشتغل في جسر الحزام. الآن هاي الإشارة شغلناها إحنا يوم يوم الجمعة المضى، أول امبارح شغلناها على أساس إنه يعني نأخذ عليها تجربة يومية للجمعة والسبت وتكون الحركة أقل. امبارح كان الوضع للأمانة يعني مش كثير مريح، اليوم أريح. قاعدين احنا نبرمج بالإشارة حسب الحاجة وحسب كثافة السير، إن شاء الله يعني. وهناك كمان الأخوان من وزارة الأشغال من مديرية السير يعني قاعدين يساعدوا معنا كثير، فإحنا إن شاء الله خلال يعني 24 ساعة راح نصل لحلول إنه تكون قدر الإمكان نخفف الأزمة، لكن هذه الإشارة لابد من وجودها حتى إحنا نقدر نشتغل في المراحل الأخرى. ايش هي الحلول المقترحه مهندس؟ اولا برمجه الاشاره، بعدين ممكن احنا نوسع في جزء من الطريق، لكن هي برمجه الاشاره الاساسيه. اثنين يعني احنا مركزين على انه الناس تاخذ طرق بديله ان شاء الله، والاخوان المواطنين ياخذوا طرق بديله على اساس يخففوا عليهم ويخففوا علينا من هذا العمل. مهندس، يعني هناك شكاوى من المواطنين حول الاشاره القادمه من الزرقاء الى عمان. انت عارف هنالك ضغط كبير وعدد كبير من المواطنين القادمين من الزرقاء الى عمان والذهاب الى عملهم، خاصه في ساعات الذروه صباحا، وهذا ينعكس مساء عند الاشاره القادمه من عمان الى الزرقاء. الشكوى حول هذه الاشاره الخلفي الموجوده اللي قادمه من الزرقاء الى عمان، يقولوا انه وقتها قصير جدا في موضوع البرمجه. احنا مستعدين نغير البرمجه بعدين، اللي جايين باتجاه عمان اصلا غير ملزمين بالاشاره، لانه الاشاره مش ملزمتهم، فقط الاشاره تعني الزرقاء الحزام الدائري وعمان الزرقاء فقط. الاشاره حزام الدائري من ضمن عمان معتبر؟ نعم، الحزام الدائري ومناطق شرق عمان باتجاه نعم، هو محكوم بالاشاره، واحنا الان يعني بصدد انه على اساس نبرمج الوقت وان شاء الله تكون محلوله.
يعني ان شاء الله في حلول في الافق رياض. نعم 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 في حلول جدا ان شاء الله، والاخوان من وزاره الاشغال موجودين بالموقع ان شاء الله، انه راح نتعاون كلنا مع السير مع كل الجهات المعنيه ونحلها. نعم، بما انه احنا موجودين في المرحله الثالثه، كم تقريبا بلغت نسبه الانجاز في المرحله الثالثه؟ بتوقع تجاوزت ال 15 او ال 15 لغايه 17%. والامور كلها تسير على ما يرام من فضل الله. تمام الامور الحمد لله. شكرا مهندس عبد اللطيف الغويري، احد منسقين المشروع الباص السريع في المرحله الثالثه. يعني كما ترون في الصوره الازمه المروريه التي سببتها هذه الاشاره بحسب يعني اداره هذا المشروع، نتمنى ان يكون هنالك حل سريع سواء في برمجه الاشاره او اي حلول اخرى تراها مناسبه وتراها ضمن الامكانات يعني لتحديد اولويات هذا الشارع، وخاصه انه هذه المنطقه قبيل الاشاره وقبيل الباص السريع كانت تشهد ازمات مروريه خانقه بسبب اعداد الكبيره للمواطنين القادمين من عمان وذهابا وايابا من عمان الى الزرقاء. نعم محمد، الله يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا. يعني بجوز نعم محمد، الله يعطيك ألف عافية، يعني بجوز أنا بضم صوتي لأصوات الملايين من المواطنين في العاصمة عمان اللي بتمنوا رؤية الباص السريع في مراحله الأخيرة، أو بتمنوا يعني رؤية الباص السريع وهو عم بيشتغل أصلاً.